كل الكلام عن المجد والكرامة والعنفوان مجرد ثرثرة، والسيوف المشهرة كما القلوب مبعثرة، فصهيون يختال في الميدان كسبع الزمان أو قصورة، والعرب في إمرة الشيطان عقول مقفلة وجيوب مستنفرة، وأهلنا في غزة تركهم الزمان للغيلان، دماؤهم مهدرة ونفوسهم مقهرة، تركهم في العراء لصهيون الجبان ينكل بالأجساد والأكفان بأسلحة العالم المدمرة، لكنهم في الصبر والإيمان علموا القاسي والدان كيف يقهر المقهور قاهرة.